حياكم الله مشاهدينا، ومثل ما شفنا معاكم ليلى يعني كثر الحديث في الاونه الاخيره هذه بعد ما شوي يعني تنفسنا من كورونا. ان جد لا زال في كورونا موجوده، كورونا بس قاعد نقول ها شوي بدينا يعني خلاص نرتاح شوي نرتاح شوي. رجعنا مع جدري القود، راح نسولف اكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور منذر الحساوي. مساك الله بالخير، حياك الله دكتور. مساكم الله بالنور وحياكم الله، والله يعطيكم العافيه. الله يعافيك، اهلا ومرحبا فيك. نفس ما تفضل عبد الله دكتور، الان لازلنا نتنفس الصعداء من كورونا، تونها نقول يا هادي يا لنا جدري القرود. وطبعا من بعد ما شفنا المعاناه اللي عانيناها كلنا، كل العالم عاناها من جائحه كورونا وضحايا جائحه كورونا، هل يحتاج احنا ان نتخوف من هذا النوع من الجدري؟ اي نعم. اول شيء بالنسبه حق موضوع جدري القرود عشان نطمن الناس، مرض قديم، مرض صار له اكثر من 60 سنه. يمكن قصه بدايته في سنه 1958 في احد المختبرات في الدنمارك، كان عندهم مجموعه من القرده يسوون عليها تجارب. فلاحظوا ان القرده طلع عليها طفح جلدي مثل بثور، فتم عزل الفيروس من هذه القرده وبالتالي سمي باسم جدري القرده. من بعدها كانت جميع الحالات تصيب الحيوانات اساسا، فتم اكتشاف هذا المرض في القوارض، الجرذان، الفئران، السناجب وغيرها. الى سنه 1970 تم اكتشاف اول حاله بشريه في جمهوريه الكونغو اللي كانت تعرف باسم زائر. بدأ الفيروس ينتشر على نطاق جغرافي محدود في أفريقيا، في وسط أفريقيا وغرب أفريقيا، وكان دائما الأشخاص اللي يصابون بهذا المرض يكون لهم احتكاك أو تعامل مباشر مع الحيوانات، سواء عن طريق ملامسة، سواء عن طريق عضة الحيوان، سواء عن طريق أكل لحوم حيوانات غير مطهوة جيدا، وفي أحوال نادرة جدا ممكن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان أو من الإنسان إلى الإنسان عن طريق المخالطة اللصيقة. وكل سنة كان في حالات، كل سنة هناك عشرات الحالات من 1970 إلى 2022، لكن كانت كلها مرتبطة بمنطقة جغرافية محددة ودائما يكون انتقالها صعب وضعيف. اللي استجد 2022 أنها بدأت تنتشر في باقي دول العالم، شخصوا حالات في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، وأيضا انتقالها بين البشر أصبح أسرع وأسهل. فهذا اللي دعا المنظمات الطبية أنها تهتم بالموضوع أكثر، ودعا وسائل الإعلام طبعا أنها تسلط الضوء على هالموضوع بصورة أكبر من السابق. مثل ما تفضلت يعني في دول اليوم يعني سجلت إصابات مؤكدة بهذا المرض، وإحنا الحمد لله إلى الآن إلى هذه اللحظة الكويت لم تسجل أي حالة من جدري القرود. لكن إذا بنقول ما هي أهم الأعراض لهذا المرض؟ أهم أعراض المرض هو يشبه أعراض الجدري القديم السمول بوكس. في البداية ممكن يشتكي المريض من صداع، من حرارة، من تعب، إرهاق، ألم بالعضلات، ثم يظهر طفح الجلد، عفوا قبل طفح الجلد يظهر تضخم الغدد اللمفاوية خصوصا في منطقة الرقبة، ثم يبدأ طفح الجلدي بالظهور. ممكن طفح الجلدي يبدأ بالمنطقة التناسلية ثم ينتشر، وممكن يبدأ بالوجه ثم ينتشر في باقي أنحاء الجسم ويحوش جميع أطراف الجسم، وممكن أيضا يحوش باطن القدم وباطن اليد، وكما يعني ذكرت يحوش المنطقة التناسلية والوجه. نعم دكتور، قبل ظهور الطفح الجلدي ربما هو آخر الأعراض اللي أنت تفضلت وتكلمت عنها. الآن موسم دائما يكون هناك إصابة بالرشح أو بالإنفلونزا ربما أو حرارة، تكون هذه الأعراض، شلون يعرف المريض أنه هو في جد أو شلون ممكن أنه يشك علشان يروح يسوي هذه الفحص؟ نعم، احنا طبعا بالنسبة حقنا هناك تعريف واضح حق الحالة، شنو هي الحالة المشتبهة وشنو هي الحالة المحتملة وشنو هي الحالة المؤكدة وشنو هي الحالة المخالطة، فكل واحدة لها تعريف معين. أساسا الحالة المشتبهة هي عبارة عن طفح جلدي شكله واضح بالإضافة إلى الأعراض الثانية اللي ذكرتها اللي هي تضخم الغدد اللمفاوية والحرارة والصداع والتعب. فهناك يعني توصيف كلينيكي واضح حق هذه الحالة، ويعني جميع مقدمي الرعاية الصحية يعرفون هذا الوصف، بالتالي لن يتم الاشتباه إلا في حالة ينطبق عليها هذا الوصف. هل هناك إجراء احترازي قبل ظهور هذه الأعراض؟ طبعا في طرق وقاية يعني متعددة ممكن نذكرها. ممكن أنا أهم شيء أحب يعني أذكره وكن سألتي توش في البداية بس ما مداني أجاوب عليه، اللي هو موضوع هل يحتاج نخاف من هذا المرض. إحنا دائما في الأمراض المعدية نقول ما يحتاج الإنسان يخاف، يحتاج يتخذ إجراءات وقائية ويتوكل على الله. عقلها وتوكل،
هذا بالنسبة حق الإنسان الغير مصاب. وأما الإنسان المصاب فبالإضافة إلى ما سبق يحتاج أيضا إلى أن يعني يبادر بتلقي الرعاية الطبية، لأن الخوف، القلق، الهلع، التوتر، كل هذه الأمور تضعف مناعة الجسم. كل هذه الأمور تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمختلف أنواع الميكروبات أو التضرر من مضاعفات هذه الميكروبات. والله مو بيدنا دكتور، يعني هذه الأعراض كلها والخوف والهلع يعني من بعد الجائحة هذه، من بعد هالثلاث سنوات يمكن بالضبط الأخيرة ما لهم يمكن الناس ومخاوفهم، لكن يعني بالعامية احنا عندنا البوشنيتر المعروف، المرض اللي كنا ناخذ يعني اللقاح الخاص فيه، هل ممكن اليوم يعني يقي من موضوع القرود هذا؟ نعم، لقاح البوشنيتر هو او مرض البوشنيتر والتشيكن بوكس ينتمي الى فصيله مختلفه من الفيروسات. اللقاح اللي ممكن يعطي حمايه ضد جدري القرده هو لقاح الجدري القديم السمول بوكس اللي حاش الكويت في الثلاثينيات. الأشخاص اللي خذوا اللقاح ممكن يكون عندهم الآن مناعة جزئية ضد الإصابة بجدري القردة. في جيل بالكويت كان ماخذه يعني. في ناس خذوه، بس هذول خلينا نقول الفئات العمرية اللي أكبر من 45 سنة أو أكبر من 50 سنة هم ممكن يكون خذوه. فشلون عارف نشيك على إيده اليسار؟ إذا في آثار تطعيم، مو تطعيم الجدري، عفواً مو تطعيم الدرن أيضاً له آثار. لكن تطعيم السمول بوكس الجدري القديم في له آثار مختلفة، دائرة وشكلها مثل حواليها خطوط أو شخوط من كل الجهات. فممكن الإنسان يكون عنده بإيده، فهذا يدل على أن خذ تطعيم الجدري، وهذا النوع من التطعيمات ممكن يوفر حماية. أما تطعيم الجدري المائي اللي خذوه بعض الناس أو خذوه المواليد الجديدة بعد عام 2017، فهذا ينتمي إلى يعني مجموعة مختلفة من الفيروسات اللي نسميها، هو عبارة نسميه بالكويت البوشنيتر أو العنقز، فهذا ما له علاقة في موضوع الجدري القردة، ما في إثباتات إنه يقدم حماية ضد جدري القردة. إنزين، لماذا تم إيقاف هذا التطعيم، تطعيم السمول بوكس؟ ممتاز، لأن منظمة الصحة العالمية سنة 1980 أعلنوا القضاء على هذا المرض بالكامل في جميع أنحاء العالم. فاحتفلوا العالم وقتها وأعلنوا عدم وجود حاجة لهذا. فعل الكوفيد 19 والفعل الجدري. إن شاء الله كل شيء وارد، كل شيء ممكن. إحنا الناس اللي ماخذ اللقاح مال كورونا قاعد تقول خلاص يعني ما له داعي تينا أمراض ثانية، يعني إحنا بحصانة عنها، لكن مثل ما تفضلت المرض هذا مختلف. لكن طريقة الفحص إذا يعني لا سمح الله، يعني الله لا يقول باكر يعني أنت، هل في بي سي آر مثلا معين؟ شلون ممكن واحد يعرف الإصابة؟ اي نعم، يوجد فحص البي سي آر، وطريقة البي سي آر أسهل من كورونا، ما يحتاج نحط المسحب الخشم. أي، عن طريق البثور نفسها يأخذوا منها عينة أو السائل الموجود داخل البثور، ويتم إرسالها للمختبر لعمل فحص البي سي آر. وأيضا هناك فحوصات دم يمكن إجراءها، لكن أعتقد أن البي سي آر هو يعتبر يعني أسرع وأدق وأفضل فحص يمكن إجراءه، خصوصا في المراحل المبكرة. الشخص المصاب، أما المخالط، الشخص المصاب إيه. بالنسبة حق المخالط، المخالط راح يتم متابعته من قبل الجهات المعنية في وزارة الصحة، ويكون هناك استقصاء يومي وزيارة يومية إلى المنزل للتأكد من عدم تطور أي أعراض. أيضا من الأشياء اللي ممكن نسويها حق المخالطين اللصيقين بهذا الشخص أن نعطيه لقاحات تمنع ظهور المرض عليه، بحيث أن هاللقاحات تساعد على تكوين أجسام مضادة ضد جدري القرود وتمنع ظهور الأعراض الكلينيكية عليهم. يعني اللقاح إذا اللي انتشر، يعني سمعنا أنه في لقاح متوفر عندنا بدولة الكويت لهذا المرض، وهو للناس المخالطين وليس مثلا الشخص اللي راح يكون مصاب وقتها. ما راح يكون في حملة لقاحات ضد جدري القردة. جدري القردة اللقاح ماله لفئة محدودة جدا، اللي هم يا الأشخاص يكونوا مخالطين لشخص مصاب، أو شخص له تعامل مع الشخص المصاب مثل مقدمي الرعاية الصحية، الأطباء الممرضين اللي حواليه يأخذون هذا اللقاح بحيث يمنع إصابتهم فيه. نعم دكتور، الآن هل هناك فئة عمرية معينة للإصابة بهذا المرض أو للمخالطين؟ يمكن يصيب كل الفئات العمرية. معظم الحالات اللي سجلت في العالم حتى الآن، أكثر من 200 حالة مؤكدة، كانوا بين عمر 20 إلى 50 سنة. أيضا شافوا أن من أكثر الفئات عرضة للإصابة هم الشواذ جنسيا، كانوا أكثر عرضة من باقي فئات المجتمع للإصابة بهذا المرض. أما المضاعفات، يعني هذا من ناحية الإصابة، أما من ناحية المضاعفات فأكثر فئة معرضة لمضاعفات المرض هم الفئات الأقل عمرا، ممكن يصير عندهم لا قدر الله يعني التهاب رئوي، التهاب في المخ، التهاب فقدان البصر، أو ممكن يصل إلى حد الوفاة. نعم، ماذا عن مدة حضانة الجسم لهذا الفيروس؟ مدة الحضانة يعني خلينا نقول من بداية التقاط العدوى إلى ظهور الأعراض غالبا ما تكون ما بين أسبوع إلى أسبوعين.
لكن المدى الزمني يمكن انه يتغير يكون اقرب او ابعد، فممكن تظهر الاعراض بعد 5 ايام وممكن تظهر بعد 21 يوم. نعم، يعني الحين دكتور الموسم صيف والناس يعني اغلبها قاعد تحجز، تبي تسافر، تبي تروح تستانس، اذا راحوا دوله فيها يعني حالات لهذا المرض، شلون واحد ممكن يحمي نفسه خلال هذه الفترة؟ نعم، انا ما اعتقد حقيقة ان السفر راح يشكل مصدر خطورة لانتقال عدوى جدري القردة لمعظم المسافرين، وان كان هناك احتمالية فهي ضئيلة جدا لا تكاد تذكر. ممكن الفئة المعينة اللي يكونوا اكثر عرضة للإصابة هم الاشخاص اللي يخالطون المجتمعات اللي ينتشر فيها هذا المرض مثل الشواذ جنسيا او يقومون بهذه الممارسات الخطرة، فهؤلاء ممكن هم اكثر فئة نخاف انه او في احتمالية ان يلتقطون هذه العدوى. وأما عموم المسافرين فما أعتقد حقيقة أنه راح يكون أو يشكل في الوقت الحالي مصدر خطر بالنسبة لهم. نعم، على طاري الصيف عبدالله دكتور، هل الشمس تؤثر على هذا المرض سواء بالنفع أو بالضرر؟ الشمس بوجه عام خلينا نقول هي مصدر غني لفيتامين دال. نعم. وفيتامين دال ندري شنو أهميتها في المناعة، حتى في كورونا الآن دراسات متتالية تبين شنو أهمية فيتامين دال في التخفيف من أعراض كورونا. بل إن بعض المنظمات الطبية العريقة كورونا اللي ما كان ولا جدري القرود؟ أتكلم على كورونا، على المناعة قاعد أتكلم بوجه عام. قاموا يوصون باستخدام فيتامين دال في الوقاية وفي علاج كورونا. فجدري القرود هو احد الامراض الفيروسيه، وبالتالي فان رفع مستوى مناعه الجسم والحصول على نسبه مثاليه من فيتامين دال كلها امور تساعد في تخفيف من حده الاعراض. شمس الكويت فيها فيتامين دال ولا لا؟ كل شمس فيها فيتامين دال الحمد لله. واحنا قلنا يعني ايام حاره جايه عندنا ان شاء الله تحمينا من كل الامراض اللي موجوده، اهم الواحد ما يحرك يعني جسمه بالتان وغيره من الناس اللي قاعد تطلع. في كلمه اخيره حاب تقولها دكتور وبنهايه اللقاء تطمن فيها الناس؟ بما انك تفضلت وذكرت موسم السفر، أنا نصيحتي بحقيقة إحنا الحين يمكن مقبلين بعد أيام على موسم سفر مختلف عن كل مرة، لأن بعد 2 سنين من قيود كورونا وبعد نهاية الاختبارات. صحيح. فممكن هذه فرصة نوجهها حق الأشخاص اللي ناويين يسافرون إلى دول موبوءة بالأمراض بوجه عام، سواء دول استوائية، دول نامية، دول العالم الثالث، دول موبوءة، نقول لهم احرص على زيارة عيادة المسافرين. وزارة الصحة عندهم عيادة خاصة حق المسافرين موجودة بالشويخ في إدارة الصحة العامة، يراجع العيادة هناك ويقول لهم شنو الوجهة بيروح لها ويعطونا شنو هي التوصيات المناسبة، سواء كان استكمال تطعيمات، ممكن يحتاج تطعيم كبد وبائي نوع ألف، ممكن يحتاج تطعيم توفوئيد أو السحايا، ممكن يحتاج يأخذ أدوية مضادة للملاريا. هذا خاص بالناس اللي يسافرون إلى هذه الدول. صح. أما الوجهات السياحية المعروفة دول الخليج، تركيا، أوروبا، أمريكا، هاي ما تحتاج أي شيء. ويعطيكم العافية على يعني تسليط الضوء على يعني أحدث المستجدات في الساحة الطبية. شكرا لك دكتور منذر الحساوي، الشكر موصول لك ويعطيك العافية، ما قصرت. عبد الله نكمل باقي فقرات برنامجنا إن شاء الله، خلكم معانا بعد هذا الفاصل.